السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد العلان. عدنا من جديد لنكمل شرح قصيدة القلب أعلم يا عذول بدائه لأبي الطيب المتنبي. توقفنا في الفيديو السابق عند البيت السابع من القصيدة، والآن سنكمل القصيدة بإذن الله تعالى. يقول أبو الطيب المتنبي في البيت الثامن من القصيدة: وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه، لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه، إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. إذن نبدأ في البيت الثامن: وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. وهب هنا يقصد هب أي احسب، والكرى النعاس والسهاد والأرق. قال ابن جنى: المعنى اجعل ملامتك إياه في التذاذها كالنوم في لذاذته، فطردها عنه بما عنده من الأرق والبكاء، أي لا تجمع عليه اللوم والسهاد والبكاء، فكما أن السهاد والبكاء قد أزالا نومه فلتزل ملامتك إياه. وقال الواحدي تعقيبا على ما ذهب إليه ابن جنى: إذ ظن زوال الكرى من العاشق وليس على ما ظن، ولكنه يقول للعذال: هبك تستلذ الملامة كاستلذاذك النوم، وهو مطرود عنك بسهاد العاشق وبكائه. فكذلك دع الملام فإنه ليس بألذ من النوم، أي فإن جاز أن لا تنام جاز أن لا تعذل. ففي الحق أن البيت من مشكلات الأبيات، ومن ثم اضطربت فيه كلمة الشراح. قال بعض المحققين: وذلك أن تفسير ابن جنى قوله مطرودة بقوله فطردها لا يستقيم وشتان بين الأمر والوصف، ولا يقال أنه تناول معنى الأمر من قوله هب على تقدير هبها مطرودة، لأن هب على تفسيره قد استوفى مفعوليه من صدر البيت، فلم يبقى له دخل فيما يليه، ويبقى قوله مطرودة حالة عن الملامة، وإن شئت جعلته خبرا عن ضميرها يليه، وبقي قوله مطرودة حالة عن الملامة وإن شئت تجعلته خبرا عن ضميرها محذوفا، أي وهي مطرودة، وعلى كليهما يكون في معنى شبه جملة أو جزء جملة خبرية لا في معنى جملة طلبية. وقول الواحدي وهو مطرود أي النوم مقتضاه جعل مطرودة حالة عن الكرى، والكرى مذكر لأنه مصدر كرى، ولفظ مطرودة مؤنث فلا يصح كونه حالا عنه، على أن جعل ملام العاذل في قول ابن جنى أو نومه في قول الواحدي مطرودا بسهاد العاشق وبكائه مما يشكل وجهه. وما أرى المتنبي إلا أنه قد غلط في هذا البيت بأن سبق وهمه إلى أن الكرى يؤنث على حد الهدى، أو أراد أن يقول مطرودا بأن سبق خاطره إلى التأنيث باستدراج الوزن، لأن المقدم يقتضى أن يكون قوله مطرودة جاريا على الكرى كما هو تفسير الواحدي، ويكون المعنى على نحو ما قال ابن جنى: أي احسب ملامتك لذيذة عند العاشق كمنامه، والمنام مطرود عنه بالسهاد والبكاء، أي فلتكن ملامتك كذلك. اختلف الشراح في شرح هذا البيت وفي مفرداته من ناحية الإعراب، فأصبح هناك خلط في هذا الشراح. لن نخوض كثيرا في مشاكل الإعراب والمفردات، لأن هذا باب كبير وعميق يحتاج إلى شروحات كثيرة ومراجع كثيرة ومعاجم كثيرة. إذن نستنتج أن شرح هذا البيت يراد منه: احسب ملامتك لذيذة عند العاشق كمنامه، والمنام مطرود عنه بالسهاد والبكاء، أي فلتكن ملامتك كذلك. والآن نأتي للبيت التاسع: لا تعذل المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. ويقصد في هذا البيت لا ناهية، لا للنهي لا ناهية، ويروى لا تعذر فتكون نافية. يقول: لا تلوم العاشق حتى تحب مثل ما يحب،
وهذا من قول البحتري: إذا شئت أن لا تعدل الدهر عاشقا على كمد من لوعة البين فعشقي. لا أعتقد أن هذا البيت غامض أو يحتاج إلى شرح كثير. لا تلوم العاشق حتى تحب مثل ما يحب. والآن نأتي للبيت التاسع: إن القتيل مدرجا بدموعه مثل القتيل مدرجا بدمائه. مدرجا في الموضعين نصب على الحال، والمدرج الملطخ بالدم، من درجت الثوب إذا صبغته بالحمرة. ويقصد هنا جعل دموع العاشق كالدماء والعاشق كالمقتول، تهويلا لأمر الهوى. يقول: إن القتل إنما هو باستنزاف الدم، فمن استنزف دمه من طريق الدمع كمن استنزف دمه من طريق الجراحات. أيضا لا أعتقد أن هذا البيت يحتاج إلى شرح كثير، فلا لبس فيه. والآن نأتي للبيت الحادي عشر: والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. ويقصد في هذا البيت المبتلى هنا العاشق الذي امتحن بالحب، والحوباء هي النفس، والواو في قوله وينال واو الحال. يقول: إن العشق حلو القرب كقرب المعشوق، وإن كان ينال من نفس العاشق أي يتلفها، أي أن العشق قاتل وهو مع ذلك مستعذب، أي برغم صعوبة العشق وجراحه وآلامه فإنه مستعذب جميل لدى العاشق. أيضا لا لبس في هذا البيت. نأتي للبيت الثاني عشر، والذي يقول فيه: لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه. ويقصد هنا الدنف ذو الدنف أي المرض الملازم، وأغرته أي بعثته على الغيرة، وقوله بفدائه أي بفدائك إياه، فأضاف المصدر إلى المفعول. يقول: لو قلت للدنف ليت ما بك من برح الهوى بي لغار من ذلك، ظنا بمحبوبه وخشية أن يحل أحدا محله برغم ما يلاقي. والآن نأتي للبيت الثالث عشر، والذي يقول فيه: وقي الأمير هوى العيون فإنه ما لا يزول ببأسه وسخائه. ويقصد هنا وقي، وقى أي وقاه الله، والبأس الشجاعة والسخاء والبذل، يدعو له بالسلامة من الهوى لأنه ليس مما يزال بالشجاعة والبذل. والأمير وإن كان من الشجاعة والجود بحيث يدفع كل أمر شديد، بيد أن الهوى ألطف من ذلك. والآن نأتي للبيت الرابع عشر: يستأسر البطل الكمية بنظرة ويحول بين فؤاده وعزائه. ويقصد هنا يستأسر أي الهوى يجعله في الأسر، يستأسر أي الهوى أي يجعله في الأسر. والبطل الشجاع، والكمي لابس السلاح، والعزاء التجلد. إن الهوى يأسر البطل الشجاع المستلئم سلاحه بمجرد نظرة فيملك عليه أمره ويعصف بصبره وجلده، على الرغم من بطولته فلا يترك بين فؤاده والعزاء سبيلا. وهذا ينظر إلى قول جرير: يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به، وهن أضعف خلق الله أركانا. ما أجمل هذه الأبيات من معاني ومفردات وبلاغة. صعوبة الأبيات من الناحية الإعرابية ومن ناحية المفردات والمعاني تدل على جمال وبلاغة اللغة العربية في العصر القديم، وإلى الآن لا تزال صعوبتها بقدر بلاغتها وجمالها. فيجب علينا جميعا أن نكون ملمين بمفردات ومعاني وبلاغة وفصاحة اللغة العربية، لغة القرآن الكريم. والآن نأتي للبيت الخامس: إني دعوتك للنوائب دعوة لم يدع سامعها إلى أكفائي. ويقصد هنا النوائب وهي الشدائد، وسامعها وهو سيف الدولة، والأكفاء جمع كفؤ وهو القرن والنظير. يقول: إني دعوتك لدفع الشدائد عني، ولست بهذه الدعوة أدعوك إلى نظرائك لجلادها، لأنك فوق الشدائد وأشد بطشا منها. والآن نتطرق للبيت السادس عشر،
فأتيت من فوق الزمان وتحته متسلسلا وأمامه وورائه. ويقصد هنا المتسلسل الذي له صلصلة وحفيف من وقع الحديد، وقد طابق بين فوق وتحت وأمام ووراء. يقول: دعوتك لدفع نوب الزمان عني، فأحط به دوني، وحلت بينه وبين الوصول إلي، وحميتني بذلك منه. وهذا قريب من قول أبي النواس: تغطيت من دهري بظل جناحه، فعيني ترى دهري وليس يراني. ما أجملها من أبيات ومن معاني ومن مفردات تجعلك تفكر كم نحن بعيدين جدا جدا عن اللغة العربية، وهي لغتنا الأم. كم نحن نفتقر إلى هذه المعاني الجميلة وهذه المفردات. أنا أدعو كل شخص إلى دراسة اللغة العربية ومفرداتها ومعانيها وبلاغتها وفصاحتها. والآن نأتي إلى البيت السابع، والذي يقول: من للسيوف بأن تكون سميها في أصله وفرنده ووفائه. ويقصد في هذا البيت ضمير تكون للسيوف، أي بأن تكون السيوف سميها، أي مثل سميها. ويقول: من له بكذا، أي من يتكفل له به، أو من يضمنه له ونحو ذلك. وفرند السيف جوهره ووشه، وهو ما يرى فيه شبه مدب النمل أو شبه الغبار، استعاره هنا للمدوح، وهو سيف الدولة. والمراد مكارمه ومحاسنه. والأصل أن الجار والحسب والوفاء معروف. بمعنى آخر يقول: من يكفل للسيوف التي شاركت سيف الدولة في التسمية بأن تكون مثله في أصله ومناقبه وفعاله وفي وفائه. وهذا كقوله: تظن سيوف الهند أصلك أصلها. والآن نأتي للبيت الثامن عشر، والذي يقول: طبع الحديد فكان من أجناسه، وعلي المطبوع من آبائه. طبع الحديد فكان من أجناسه، وعلي المطبوع من آبائه. واستزاده سيف الدولة، فقال أيضا: عذل العواذل حول قلب التائه، وهوى الأحبة منه في سودائه. ويقصد في هذا البيت: طبع الحديد فعل ونائب فاعل، واسم كان ضمير يعود إلى الحديد، ومن أجناسه جار ومجرور في موضوع نصب خبر كان، وعلي المبتدأ والمطبوع صفة له، ومن آبائه في موضع رفع خبر، والمطبوع المصنوع، وعلي اسم سيف الدولة، وهو علي بن أبي الهيجاء بن حمدان التغلبي. يقول: إن السيوف مصنوعة من الحديد، فهي تنزع إلى أصلها الذي صنعت منه. أما سيف الدولة الشريف بن الشريف المعرق له في الكرم، فإنه ينزع إلى أصله في المجد والفعال، فهي وإن شاركته في الاسم تخالفه في الأصل وشتان ما بينهما. ونأتي لشرح البيت الذي استزاده سيف الدولة على أبي الطيب المتنبي، عندما قال: عذل العواذل حول قلب التائه، وهوى الأحبة منه في سودائه. يقصد هنا بالتائه أي نفسه سيف الدولة. وعذل العواذل مبتدأ، وحول قلب التائه خبر، والعذل اللوم، والعواذل جمع عاذلة. أما العاذل فجمعه عذال وعذل، والتائه المتحير، وسوداء القلب وسويداؤه العلقة السوداء التي في جوفه كأنها فلذة كبد. قول: إن لوم اللوام حوال قلبي، وهوى الأحبة قار في سويدائه. وإذا لا يصل اللوم إلى قلبي، وهذا المعنى ينظر إلى قول بعضهم: تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور. قال قوم: المعنى أن قلبي يتيه على عذلهم، من التيه بمعنى الكبر. قال الواحدي: وليس بالمستحسن هذا. وقد قال العكبري: عيب على أبي الطيب قوله التائه، والقصيدة مهموزة كلها، واعتذر له قوم بأنه لم يرد التصريع، لأن الهاء في القافية أصلية، وقد جعل قوم ممن رتبوا الديوان على الحروف هذه القطعة في حرف الهاء لجهلهم القوافي، وقد جعلها ابن جنى والخطيب التبريزي في أول حرف الهمزة، فاقتدينا بفعلهما. وهنا نكون قد أتينا إلى نهاية الحلقة الثانية.
من شرح قصيدة القلب أعلم يا عذول بدائه لأبي الطيب المتنبي. أتمنى أن أكون قد وفيت هذه الأبيات شروحات كاملة والمعاني كاملة، وأعتذر إن كان هناك أي نقص أو لغط في الكلام. شاكر لكم حسن أنصاتكم واهتمامكم. نلتقي في فيديو آخر من تكملة شرح قصائد المتنبي بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.